مبروك البطوله. الله يبارك فيك اسيدي. واش بالك اليوم في المقابله؟ ايوا ان شاء الله يكون خير. الغيابات حاجه عاديه في كره القدم، ان شاء الله الدراري راهما عارفين المسؤوليه اللي عليهم والطاقم التقني كذلك، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا. توقعك المباراه اليوم ماشي زين؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.